ناقشت هذا الموضوع من القاهرة معنا الخبير العسكري والاستراتيجية السودانية العميد الدكتور جمال الشهيد، ومن القاهرة أيضا معنا مصباح أحمد رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. أهلا بكما. سأبدأ معك الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني العميد دكتور جمال الشهيد. أولا، كيف تنظرون إلى إقامة هذا المؤتمر وما الذي يختلف عن غيره من المؤتمرات السابقة؟ شكرا لك استاذ تهاني، واحييك ومشاهدي قناه الحدث. وبالتاكيد اننا يعني في هذه الفرصه يجب ان نشكر جهود المثرى الشقيقه لبحثها لحلول الحلول في السودان، وبالتالي هي لم تكن هذه الاولى، وكانت هناك يعني فعاليات سابقه كلها تصف في اتجاه يعني استتباب الامن في السودان. واعتقد ان مصر والسودان لديهما مصير مشترك، بالتالي فان تدخل مصر هو من اوجب الواجبات في هذه المرحله. وعطفا على المؤتمر الذي يجري الان، هنالك يعني بحكم مراقبتي للاوضاع وللقراءه للمشهد من بعض الاوساط، اختلفت الاراء بين يعني متفائل بمخرجات هذا المؤتمر وبين متشائم، وبالتالي هنالك يعني العديد من التساؤلات يمكن ان نراها في هذا المكان. فيعني حتى هذه اللحظه لم يتم تقديم الدعوه للقوات المسلحه، وبما ان هذا المؤتمر يعني سيناقش قضايا تهم الواقع السياسي او الامن في السودان، وبالتالي كان لابد من مشاركه القوات المسلحه حتى يعني مثلا في النواحي الانسانيه، كيف يتثنى لهم ان يعني يتحدثوا عن النواحي الانسانيه في معدل عن القوات المسلحه، ومن يعني سيقرر في هذا الشان؟ فهنالك تساؤلات كثيره كان يجب ان تكون هنالك مشاركه للقوات المسلحه، غير ان من ينظر هنالك من ينظر لمشاركه التقدم في هذه الفعاليه بانها يعني هي على خلفية يعني تقدم ومشاركتها للدعم السريع باعتبار أنه هو الجناح السياسي لهذه التنسيقية وهي مبادرة الحرب، فإن ذلك سيضع يعني العديد من التساؤلات. وأن يعني من يرى هناك من يرى بأن هذا المؤتمر سيكون فرصة ثانية لإعادة التقدم للمشهد مرة أخرى بعد أن فشلت في الاستيلاء على السلطة بالمخطط الذي كانت تخطط له. نعم. مع الميليشيا المتمردة الإرهابية. طيب، سأنتقل إلى سيد مصباح. هل يمكن أن يوحد هذا المؤتمر موقف القوى السياسية السودانية؟ طالما أنه الاختلاف الحاصل منذ بداية الأزمة في السودان نتيجة التجاذبات السياسية لهذه القوى، هل ممكن أن تردم هذه الهوة في هذا المؤتمر برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا أستاذ تهاني، تحية لك والمشاهدين ولضيفك الكريم. أولا أبدأ بالتحية والشكر لجمهورية مصر العربية على هذه الاستضافة لهذا المؤتمر المهم، الذي نعتقد أنه هو أول مؤتمر بعد انقلاب 25 من أكتوبر يجمع طيف واسع من القوى السياسية السودانية بمختلف توجهاتهم. وأعتقد أن هذا المؤتمر يأتي بأهداف مهمة وضرورية، خاصة فيما يلي توحيد الموقف المدني من الحرب، وهذا مهم للغاية. في الفترة السابقة كان هنالك انقسام سياسي حاد بين المكونات السياسية، هذا الانقسام يعني أثر بصورة كبيرة جدا على جهود إنهاء الحرب، وبالتالي مهم جدا توحيد جهود القوى المدنية وموقفها السياسي من هذه الحرب. أيضا الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، هذا المؤتمر سيناقش أهم الأسس والتي يمكن أن تساعد في تسهيل المعونات الإنسانية وإيصالها للمتأثرين بالحرب.